وردة سرها المحبة. سكامة تقول هيلك قوتنا في هريستنا. اليد في اليد مشيت معايا، سمعت الصوت لقيت غنية، شفت الوجه لقيت مراية، كفاحتها ولات حكاية، وكتابة بنتها نهاية. نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب، نجمة راك حرة. كيسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدم في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن مزارعنا نجمع حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقف عليه في مصانعنا الضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا، صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة، كل شيء محسوب، باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو، ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم. وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتوا وعلينا عملتوا. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ يا ذا الأزهر مزهروني ديما مزهار، ومعدل كل منقالة، أما في قضية الدار الأزهر يخاف من مرته موش نورمال. تيوين الخبز قتلك سلق مش معدنوس، صابون أخضر مش ممسك، الحم مش دجاج. أوه ما عنديش الزهر في قضيتك. ما عندي الزهر كي خبيتك. من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر تبنن زهرك. من رجع المعدنوس وعليش نرجعه فيه؟ مع سمارت شيف مسهلها البنة. لا لا لتساقط الشعر بعد اليوم. إريكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إريكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إريكسل شامبو لشعر أكثر جمالاً وحيوية. إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما. صباح الخير، مرحبا بكم الناس الكل في حلقة جديدة من ماتينال. في حلقتنا اليوم باش نحكيو على التشوهات الخلقية في الليد، باش نشوفوا شنو الأسباب نتاعها وخاصة العلاج. الاختلاف، هل بالحق التونسي يقبل الاختلاف وإلا لا؟ وكيفاش يلزمنا نتعاملوا مع الناس المختلفة معنا؟
هذا وغيره باش نكتشفوه في برنامج الماتينال. تباعا ما قبل نقولوا بونجور صفصوف. بونجور فاطمه، ان شاء الله نهارك زين. نصبح زاده كيف كيف على دو شيف، ونصبح عليكم انتم في برنامج الماتينال وين ما كنتوا تتفرجوا فينا على قناه التاسعه. ان شاء الله نهاركم زين وخير وخمير وكل طاقه ايجابيه وبرشا برشا برشا حب ومحبه. وسنوني بعديك شويه في فقره خاصه بجويس باش نعطيكم شنو لي زارتيكل سولدي نوفيل كوليكسيون وش فما جديد عن جويس والبروموات اللي ما توفاش. مشكورة صفاز. صباح الخير شيف. صباح النور فاطمه. صباح النور صفاء. نهاركم زين. صباح الخير شيف فتحيه. نهارك زين. دونك مشاهدينا اللي تتبعوا فينا مرحبا من جديد. كوجنتنا عامره بالخيرات اللي نحبوا نتقاسموها معاكم. تبعونا شيف فتحيه تقترح علينا الحلو وظهر لي ثم المالح، ثم زيتون وبصل ولا خبز. خبز باهي برشا. لا تعرف فما شكون طالبين الخبز ديما. ياخذ وقت ولا ما ياخذش وقت؟ ما ياخذش وقت بالكل. باهي برشا. الوغ فما خبز اليوم فيه هو بان بيتزا، اسمه بان بيتزا لكن نعملوه كيما نحبوا احنا، راهو ما فيش حاجه كبيره، ساهل برشا. وعندي فما برشا عباد يقولوا لي اكل بسكوي المعبي بالمعجون ديما ما يجيناش به. قديته مرتين لكن باش نوريكم لي تكنيك نتاعو من الاول للاخر كيفاش فريمون تنجحوا فيه ويجيكم ملهوث بالقدا في وسط المعجون وما يفيدش. وانا اليوم اخترت مع المعجون نتاعي الكرموسيكان باش نحط له رش له في وسطه شويه بوفريو. يعطيك الصحه. مشكوره شيف. دونك هذوما وصفات الشيف فتحيه اليوم باش يكونوا معنا. انا مشاهدينا حبيت نودكم بوصفه سهله برشا تلقاوها عند السخيال، لكن اليوم انا باش نعطيكم كيفاش تعملوها بطريقه في الدار اللي هو الكوردون بلو. باش نعملوه بطريقه بسيطه سهله اي سورتو ما فيهاش برشا تعقيدات. معها هي باش نحضر لكم غراتان، هو الحقيقه مستوحى من الغراتان دوفينوا، فيه تكنيك نتاعو تشبالو لكن باش نبدل فيه المكونات دونك يولي ما عادش اسمه غراتان دوفينوا. الغراتان نتاعنا اليوم باش يكون اساسا فيه البطاطا، فيه البشاميل، فيه الفخوماج لبنان من عند مرياح، وفيه التون اخترته اليوم من عند البدر بزيت الزيتونه. تفاصيل الاطباق هذوما باش نشوفوهم وحيده وحيده، لكن نمشيو الفاطمه السويد واللي كوتش. كما قال ايوب وقايد نبدأ نهارنا بالرياضه، وكما العاده نبداو بسبوت الخاصه بجبن مرياح، جبن التونسي 100%. صافي حليب طبيعي 100% تونسي. ومنين باش تشدوا عاد جبن مرياح اي سورتو بعد ما وفر لكم لا ليفغيزون حاطيك شي الباب الدار على تونس الكبرى بمختلف ولاياتها. لا ليفغيزون اي غراتويت. وكيفاش نجم تعدي الكماندا نتاعك؟ ما عليك تدخل باج فيسبوك والا الباج انستغرام فروماجري مرياح، تلقى اون تري غراند لارج فاريتي نتاع برودويات مرياح، جبونات انواع واشكال من ابن ما فما. دونك تطلب النوامر التليفونات اللي موجودين على الصفحات نتاعهم وتعدي الكوموند نتاعك ويجيك الليفرور حاطيك شي الباب دارك. شوفوا سبوت الخاصة بجبن مرياح ونستناو لي كوتش دو بيبي جيم ايش محضرين. كي يسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا ومن مزارعنا، نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة ونزيد نقفوا عليه في مصانعنا لضمان جودته العالية. خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين. وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة، كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه. ياخو وقته وبلاصتو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم. وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتو، على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. مرحبا بكم في بيبي جيم، معكم كوتش ايوب بركيوي. اليوم اون فوا ترافاي مورسو كارديو، اون فوا اوغمونتي لا بيساسيون كاردياك، مي اون ميم تون وورم اب، دونك اشوفمون للكور بودي اتاك، نعملوه في الكلوب تاعنا بيبي جيم. دونك سي تري امبورتون، يحرق برشا لي كالوري، اي اون ميم تون تونيفيكاسيون مسكولير، دونك رونفو اي كارديو اون ميم تون. لا بيت دوفون لي تيلي، الي اون تونو اي اون كومونس. Levez les bras au oblique, respirez, les genoux vers l'extérieur. Maintenant, tirez les bras et les jambes en arrière.
Bien. One more time. Oblique et respirez. Squat. Poussez les genoux vers l'extérieur. Tirez les fesses et les jambes tendues et les bras aussi. 4, 3, 2, step touch. Go. Gauche, droite. Relâchez les bras, les genoux souples. Chassez le rythme et suivez le tempo. Maintenant, rebondissez. Gauche, droite. Décollez talons et transférez le poids à droite et à gauche. Poitrine toujours. Restez fier de vous. On signale. Course en avant. Let's go. Talons, fesses. Avancez 2 mètres. Rebondissez sur place. Bien. Course en arrière. Talons, fesses toujours. Stop. Et rebondissez. Bien. Répétez ça encore. Allez, ensemble. Restez fluide et souple sur les genoux. Bien. Encore. Bravo. Maintenant, double tap. Double droite, double gauche. Levez les bras. De l'oblique vers le haut. Et talons fesses. Deux appuis. One, two, three, four. Maintenant, step touch encore. Relâchez les bras. Deuxième bloc. Est-ce que ça va tout le monde? Bravo. Avec moi, on va ajouter curl. Flexion, extension des jambes. Utilisez les bras. Tirez les coudes vers l'arrière et poitrine fière. 4, 3, on va attaquer les squats maintenant. Bas et haut. Ancrez les talons sur le sol et les genoux toujours vers l'extérieur pour plus de mobilité. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Exercice d'appui. Talon pour la jambe gauche décollée. Appui sur la jambe droite. Tirez les fesses vers l'arrière. Sentez la chaleur au niveau du quadriceps. Changez l'autre jambe. Bien. Les deux mains toujours au niveau du bassin. Est-ce que vous sentez la chaleur? 4, 3, 2, here we go. Course en avant. Bien. Sur place, rebondissez. Gardez des sourires, tout le monde. Avec moi, rebondissez. Yes, team. Again. Toujours sur le point des pieds. Bravo. Course en arrière. Super travail. Rebondissez. Maintenant, des appuis. Deux appuis à gauche et à droite. Avec sautillement toujours. Hey, tout le monde. Bien. 4, 3, 2, step touch. Maintenant, c'est le dernier bloc. Pour terminer notre morceau. Bravo team. Ajoutez les squats. Step curl. Donc toujours avec flexion extension des bras et les coudes vers le cut et vers l'arrière pour engager les dorsaux. Maintenant les squats. Down, up. Calmez le jeu et respirez. Créez une base solide sur les talons. Bien. Maintenant, passe au sol. Donc, les deux mains sous les épaules, sur les pointes des pieds ou bien sur les genoux. Donc, tapez les épaules. Main droite vers l'épaule gauche et vice-versa. Allez. Sentez l'exercice et l'échauffement au niveau des épaules, au niveau des coudes et au niveau des abdos aussi. Tout le monde au signal, debout. Run. Là, avancez. Rebondissez. Yes, course en arrière. Il nous reste quelques secondes et on termine le morceau. Avec moi. Pa 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 pa. Course en arrière. Super travail. Deux appuis maintenant. Gauche, droite. Levez les bras. Tout le monde. Hey! Plus d'ambiance. Il nous reste quelques secondes. 4, 3, 2 et 1. Bravo. Super travail tout le monde. Donc, qui m'a dit tout? C'est un morceau d'échauffement. Très efficace. Donc, y a-t-il comme ça à l'école?
اي على بروشين ان شاء الله. في الامان. مشكورين لي سبورتيف دو بيبي جيم. بقيت نشوفوا سبوت الخاصه بالبرودوي نتاعنا اللي هو هير اكسل للناس اللي عندها مشاكل في شعرها وتحب تحافظ على شعرها. فما شامبوان، فما لوسيون، وفما الكومبليمون اليمونتير. نعاود نذكركم اللي هو مصنوع بتقنيه سويسريه امذا لونفول فارما. تنجم تدخلوا على الباج فيسبوك نتاعهم لونفول فارما وتشوفوا لي برودوي زاد الاخرين نتاعهم. تنجم تطلبوا زاد 74 441 999 الاكثر ارشادات. وزاد اذا كان عندكم فارماسي بحذاكم ما عندهاش البرودوي هذايا تنجم تتصلوا بال 74 441 999 وهي توفر لكم البرودوي في الفارماسي اللي بحذاكم. نعاود نذكر راه تلقاه في الفارماسي في الصيدليات مش في البارا فارماسي. ما نعرفش شنو اسمها بالعربيه على غالب تعليم الفرنسي. لا هي مع الفارماسي الصيدليه موازيه. دونك ما تلقاوش في البارا فارماسي. نعاود نذكركم اللي عندنا افيش تلقاوها في باج الماتينال. شنو تعملوا؟ تعملوا جيم على باج ماتينال، تلقاو ثلاثه من صحابكم وتبارتاجيو الافيش هذيا. وان شاء الله نهار الجمعه نعملوا تيراج وسور ونشوفوا شكون اللي يربح كيور ثلاثه اشهر اهداء هير اكسل. شوفوا سبوت. لا لا لتساقط الشعر بعد اليوم. إير إكسل مكمل غذائي يحتوي على كل ما يستحقه نمو الشعر من فيتامينات أساسية. إير إكسل فيتو لمعالجة وتقوية الشعر من جذوره ومنع تساقطه. إير إكسل شامبو لشعر أكثر جمالاً وحيوية. إير إكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إير إكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما. برودوي هير اكسل تلقاوه في كامل صيدليات الجمهورية التونسية. احنا بحثنا الدكتور معز التركي اللي هو اختصاصي في جراحة اليد والترميم. صباح الخير دكتور. صباح الخير. شحوالك؟ الحمد لله عايشك. اليوم باش نحكيو على التشوهات الخلقية في اليد، باش نعرفوا من وقتاش نجموا نعرفوا الصغير ممكن عنده تشوهات ولا، وخاصة الوقاية والعلاج. أما قبل كان تسمح دكتور نرجعوا بحث على الشيف. مرحبا فاطمة، نرجعوا مع بعضنا باش نبدوا تطبيق وصفاتنا اللي توعدنا فيها مع مشاهدينا. شيف فتحية باش تحضر لنا الاول الحلو ولا الملح؟ الحلو قبل خاطر انا ديجا عجينتي نتاع الخبز عجنتها خليتها تخمر. تنقول لكم كيفاش عجنتها، راهي سهله برشا. نوريكم التكنيك باش يجيكم وسط الخبز مهوي اللي فيها مبيل مبيل فارغه. توا بعد لازم عجنوها. الفايده مش في العجنين راهو، الفايده من بعد شنو تعملوا لها العجينه هذيك. خليوها تخمر شعنا فيها ونجيو نعجنوا البسكوي نتاعنا اللي هو عندنا ثلاثه باكوات سكر فاني سمارت شيف. نحط عليهم قوطة مرياح، وانا القوطة متاعي ركضتها بالقدا بالقدا باش تسيب روحها شوية. وانتم تعرفوا نختار قوطة مرياح على خاطر ما فيهاش برشا ماء، وعلى خاطر مطعمها نكهتها بنينة برشا. الوغ هوني عندي 200 غرام قوطة مرياح، نحط عليهم 200 غرام سكر عادي، هذا كل نحطه مع بعضه. لابد اللي يقول حلو يقول شوية ملح في وسط الحلو متاعنا. هذوما نخلطوهم بالقدا، نحطوا عليهم كعبتين عظم. اللي يحب مطعم القارس ينجم يحط زيست متاع قارس ولا زيست متاع برقدين، أما يزم يكون جويد على الأخر باش ما يقلقكمش في الحلين متاع الورقة. مع هذا الكل عندي هوني خميرة متاع جاتو سمارت شيف، وعندي رطل فارينة سبيسيال جاتو وردة، راهو أكيد نأكد على سبيسيال جاتو. نحط هوني مغرفة متاع قهوة من الخميرة سمارت شيف، خميرة الجاتو. ونجي ونحط الخليط متاعي، نخلطه بالفارينة هذية سبيسيال جاتو وردة. معناها لابد تكون الخلطة متاعي متناسقة. انتم تشوفوا من الأول نحط الفارينة متاعي، ومن بعد كان لازم نلمها بدايه ما من الاول، ديما نمشي اما بمغرفه لوح ولا مغرفه عاديه حتى لين تتلم عجينتي. ومن بعد نوريكم كيفاش نحلها، لي زيتاب نتاع التلهويذ، لي زيتاب كيفاش نفتلها، هذاك الكل نكملوه مع بعضنا. يعطيك الصحه شيف فتحيه، مشكوره. انا اليوم مع الساده المشاهدين كيف ما قلت باش نحضر غراتان. التكنيك نتاعو تشبه شويه للغراتان دوفينوا، جوست انا باش نغير في المقادير والمكونات الاساسيه فيه. اول حاجه كي نقولوا غراتان نقولوا صوص بشاميل. كي نقولوا صوص بشاميل نقولوا 50 غرام ولا 60 غرام ولا 80 غرام حسب ميزان الزبده، هو يكون ميزانه فارينه. انا اليوم في عود الزبده حطيت زيت نجمه ديو بلس اللي هو هذا يسموه روم ماجيك. دونك نحضر فيه بزيت نجمه
ديو بلوس هذايا الزيت اللي فيه فيتامين او حطيته يسخن مع الفارينة اللي اخترتها من عند وردة، فارينة عادية تعطيني صوص بشاميل بالحق خارق العادة. حطيت هنا ميزان 80 غرام زيت عليهم 80 غرام فارينة، نحبوا عاقد شوية البشاميل بتاعي لليوم. دونك شوفوا هنا بدا يبقبق قبل ما يتبدل اللون بتاعه، انا باش نحط له شوية فلفل اكحل، واللي عنده يحط فلفل ابيض اعز حاجة، شوية ملح ما نكثرش برشا هكا، ونحط عليهم مباشرة وهما سخونين الحليب بارد ونصبه في مرة واحدة، ما نقعدش نصب بشوي بشوية الحليب باش ما تكعبر ليش البشاميل بتاعي وتجي مزيانة وما فيها حتى كعابر. هذه البشاميل نقعد نحركها هنا على النار ضريبة خفيفة بالفوية هكا، وكان عندكم بعد كملوها حتى بالسباتيول تجي بشاميل مزيانة برشا. أنا باش نكمل نطيبها، أونتخو تون حطيت البطاطا متاعي، قشرت بطاطا قصيتها روندلات متوسطين متاع سنتي ماكسيموم، ما بين نص سنتي وسنتي العلو متاعهم اللي روندل متاع البوم دو تير هذوما، وكيف ما تشوفوا حطيتهم يطيبوا في نص كمية تحليب ونص كمية الأخرى كريمة طازجة ولا كريم فريش. دونك هذوما فوحتهم شوية ملح وفلفل أكحل ونواد موسكاد وخليتهم يطيبوا على النار لين البطاطا متاعي وقت تطيب نبدأ ونحضروا الجراتان وبقية تفاصيله مع بعضنا. توا خلينا بحذا فاطمة. مشكورين لشيف، نرجو نحكيه مع الدكتور معز التركي. قلنا اليوم نحكيه على التشوهات الخلقية في اليد. دكتور سع قبل هات نشوفه شنو ما التشوهات، كيف نقوله التشوهات الخلقية في اليد، شنو ما الأنواع إذا كان موجود؟ بارك الله فيك على الاستضافة. مرحبا كل شيء. موضوع مهم جدا التشوهات الخلقية متاع اليد، على خاطر على قد ما الصورة متاع اليد وهي مشوهة انتخ قيمي، نقول لك علاش انتخ قيمي، تأثر في الوالدين على قد ما بالنسبة للصغير حاجة عادية. تبقينا هالتشوهات هذه تمشي من إصبع صغير زايد، شكون اللي ما يعرفش اللي عنده اصبع ستة صوابع واحد صغير زايد ولا من تشوهات اكثر معناها صعوبه بلو سيفير، معناها صوابع زايدين عظم لاصقين في بعضهم متضخمين، فهمتني؟ يخليه العائله خاصه تتقلق من الصوره نتاع اليد هذيا. سالتني قلت لي من وقتاش نجمو فوالا، هي لازم نعرفوا اللي اليد ادي سمان دا مينوري معناها بعد شهرين ونص من الحباله نجموا بالليكوغرافي، معناها دي راديولوج توا موجودين اي سون كومبيتون يشوفوا اليد اي اون بو فوار لا مان كومبليتمون في الليكوغرافي في شهرين ونص كامله، الي كومبليتمون سي اون مان مينياتور معناها كامله، فهمتني؟ دايوغ من شهرين ونص حتى للولاده ما تعمل كان تكبر. دونك انت اذا في شهرين ونص تنجم تشوف فما اصبع ناقص، فما صوابع لاصقين، فما دوتر انومالي يقلقوا. ودايور نلفت الانتباه وقت اللي نشوفوا اون انومالي في اليد في الليكوغرافي اوتوماتيكمون لازم نشوفوا فماش دي انومالي كاردياك، فماش دي انومالي رينال، وهذا ينجم اي بو كومبروميتر ان بو لا غروسيس. معناتها عندهم علاقه اليد والتكوين الكلوي بالضبط، خاطر التكوين الامبريولوجيك نتاعهم سي لا ميم بيريود. دونك وقت نلقاو اون انومالي هما فما دي انومالي يعطيو اكثر دي بروبليم كاردياك رينو كو دوتر، مثلا سورتو اللي يمسوا لو بوس الابهام هذا. دونك ليكوغرافيست اوتوماتيكمون يلزمو يشوف فماشي قلب فماشي كلاوي بو كي با سوربريز. هو الهدف من هذا الكل ديما نقولها انا كونه الام وقت اللي يجيب صغير وعندها علم اللي في اليد فما مشكل تتقبل صغيرها بدون صدمه، خاطر هو سان ايفينمون اورو وقت باش تجيب صغير انت تبدا فرحان، تيا بعد تجي تلقى فما مشكله في اليد تتقلق. اور انت كي تبدا في بالك سي بو انا في بالي بيه، وتفاصيل تو مع تطور الجراحه ومع الواحد اون بو توجور ريغلي لو بروبليم. برنامجه يتعمل من اللي صغير في كل شيء فوالا، وما فماش اللي في بسيكولوجيك الصدمه، خاطر راهم سوفون سي لي بارون كي سوفر اكثر من الصغار. اما هنا انت تحكي لي ممكن على تشوه في اليد اللي نجم نعالجوه بعمليه كيف تولد الصغير، اما فما ساعات صغيرات نلقاو مثلا بلاش ايد ولا ايد مثلا هذا اطول من ايد، فهمت؟ هما اغلب التشوهات الجراحه الهدف منها هي تحسين المنظر، خاطر كوريوزمون حتى اللي ما عندوش ايد تلقاه، واحنا شفنا حتى ساعات ما عندهمش زوز ايدين يتصرفوا بطريقه عاديه
إيش معنى يتصفوا بطريقة عادية؟ دور فما واحد معروف يعمل دي بانتور في لا لا في تونس لهنا في المعرض متاع الكرم يفسر اكزاكتومون فهمتني يحجم لحيته بساقه ويكتب ويعمل محامية وقاضية زادة صحيح بالضبط أنا يجيني ساعات دي زانجينيور عندهم دي زانومالي كومبلكس كيفاش تنجم تصرفوا هي راهم صغار بحكم هما صغار هذيك سي لوغ سيتياسيون المخ سبحان الله إل سادابت أ سا إي إل سو ديفون تري بيان دور كي يجيك أنت صغير تشوفه ما عندوش مشكلة باغ كونتر يا اون دوموند بريسون تحس الوالدين مخسورين الام ولا البو راهو تلقاه مخسور يحب على حل الهدف من الجراحة شنية هي صحيح المنظر بالضبط تجميلية تعطي يد تشبه لو بلوس بوسيبل على نورمال وهذا ممكن في حدود الجراحات عادة نقدروا نعطيه يد اللي تشبه ما تنجمش تعطيه يد عادية من غير ما تأثر له على الوظيفة نتاعو يقعد بالنسبه اللي مثلا ما عندوش يد وهو طالب توا افيك لو ديفلوبمون دو لا تكنولوجي لي بروتيز صحيح دي بروتيز اللي نجم يستعمل بها حياته ساشون كو صغير نجم عنده البروتيز وراه يتصرف ما غير ما غيرها هي يتصرف كما يعرف هو صحيح نعرف فين نعطيك الكلمه ولا نسالوا على الاسباب قبل خاطر اكيد برشا عباد تسال مش الاسباب مهمين نسالوا على الاسباب يقول القايل علاش صغير ينجم يكون ايده فيها تشوه به هو اللي ثابت كونه وقت التشوه الخلقي يكون يمس في اليدين الزوز دون مانيير سيميتريك تلقى عنده صبع زايد من هنا ومن هنا عنده صبع لاصق من هنا ومن هنا فما جانب وراثي دار كي تسال العائله على الجد خاطر ينجم زاد يكون الجد ما عنده حتى شيء مي لاغيير غران بير عنده فما ان سوت جينيراسيون فما دي زانومالي مثلا تراهم كان في الاولاد ما تراهمش في البنات فهمتني تسال تلقى الموجودة أما ما عطاوهاش أهمية خاطر جينيراسيون بعد ما جات شيء وبعد جات فيك أنت دونك جينيرالمون وقت اللي فما حاجة في الاثنين نعرفوهم احنا اللي سي أن كوتي جينيتيك مثلا فما عباد عندهم سبعة صوابع مدي دو كوتي ولاصقين وكل شيء سا سي لو كوتي جينيتيك واضح إلى غوشيخش سي 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 فهمتني دايوغ لي غوشيخش توا أحسن غوشيخش توا سي لافنيغ سي تشوف أنه الجين اللي كي ريسبونسابل دو سا باش تنجم تأثر عليه ça c'est l'idéal فهمتني باش تعرف الانومالي مي اون اي با انكور لا مازلنا استاذ ديجا خلينا نعرفوا انه الجين الواحد متنا وقت يجي التشوه يمس ان كوتي يجي اليد حتى نسالوا لم مرضتش في الحباله نتاعها سورتو لو بروميير تريمستر جات هشي سخانه خذات شي دويات تو اون ايدنتيفي معناها اون ريلاسيون با دو كوز ايفي مي ستاتستيك مثلا افيك لي سيكلين فهمتني فما لي سيكلين فما نوع من لي زانتيبيوتيك نعرفوه ينجم يعطي دي انومالي فوالا دي مالفورماسيون كونجينيتال فما قبل هما كيفاش عرفوها مثلا فما دي زونت اكل المراه في الشهر الاول عندها على انفي دو فومير واحد وكل شيء فما زونتي فوميتيف ينجموا يتسببوا في الحكايه هذه سي بور سا نقولوا احنا احسن حاجه سي ان بو ايفيتي قد ما يمكن ما خذت الدواء ان توكا المراه اللي تعرف روحها حبله ماذا بها ما تاخذ الدواء كان سيغ بريسكريبسيون ميديكال الطبيب نتاعها جينيكو نتاعها يعرف شنو هما الدوايات كي بوف كوزي دي زانومالي وشنو اللي تنجم تاخذهم معناها فما دوايات ما يعطيو حتى شيء ثبت علميا ما يعطيو حتى شيء دونك تنجم تاخذهم بور خاطر فينالمون احسن حاجه احسن علاج هي الوقايه معقول جدا مع تدويات وممكن الامراض وكل شيء لا كونسلتاسيون لازم ديما المراه الحبله سورتو لازم تقعد تبع حالتها يعني ريغولييرمون باش تمشي للطبيب هنا انا حبيت نسالك دكتور بالنسبه للعمليات هذوما كي يعمل الصغير عمليه ساعه في ان عمر دو بريفيرونس يعملها العمليه والفونكسيوناليتي نتاع اليد يعني الحاله الوظيفيه نتاع اليد اسكو ترجع عادي والا يعني كما قلت انت جوست تجميليه فقط. بارك الله فيك في السؤال خاطر سي تري امبورتون. وي. باش نقول لك احنا مشكلتنا في تونس للاسف حتى لتوا بحكم الصغير اللي عنده دي مالفورماسيون كاردياك وجنيم با ترو سو مو دو مالفورماسيون. احنا اي اكزاكتو علاش؟ احنا علاش ما نقولوش ما نحبوش لو تيرم دو مالفورماسيون نقولوا دي ديفيرونس حتى تو لا كوميونيتي اللي تتلاها بهالانومالي هذه تقول ديفيرونس كونجينيتال خاطر لي زونفون سون ان بو ديفيرون علاش ما نقولوش مالفورماسيون تقولوا مالفورماسيون معناها تقولش عليه معاق اوغ الصغير كي تشوفه انت كيفاش يتصرف عادي وتشوف اعداده في المكتب ومعناها تشوف صغار من نعرفهم اللي عمرهم شهر خذاو الباك وخذاو لوغ ديبلوم يسون سوبر انتيليجون معناها يسون ان بو سور دوتي يتصرفوا مع الاشكال اللي عندهم على خاطر مولودين به دونك هذا يخلي العباد ان كونسلت با ما يعديوش سوفون يجيوك مثلا في المكتب خاطر صغار يضحكوا قالوا شبيه عندك هكا
ولا في الادوليسانس انكور معناها سي انكور بلو غراف وقتها وبديت لها بروح وش بي انا خليتني هكا سوابعي لاصقين اي سا غيب سي بور سا احنا ننصحوا باش لا كونسلتاسيون تكون بريكوس تكون بريكوس ميسالش سا سي ريان دالي كونسول فما حالات نادره معناها في الاول في الايامات الاولى كيما لوكاد دي مالادي امنيوتيك انفا مي جينيرالمون وقت لي الطبيب والعائله في بالها فهمتني ولا اون في لو بروغرام دو فاسون اللي كل شيء يوفى قبل السن نتاع الدراسه جينيرالمون افون 3 ans 4 ans يكون حتى ولو عنده عديد من العمليات ولا على يدين الزوز يكون كملهم باش صغير يقرا على روحه ما غير ما يلاحظ له لا فلان ولا فلان وهو بدون ما يقصش على قرايته دونك سي بور سا سي تري امبورطون باش الصغير يعدي بكري باش كان فما برنامج جراحي يتعمل قبل وميم دكتور اسكو النجاح نتاع العمليه كي يبدا صغير يبدا مرتفع اكثر من الكبير أكيد. اكيد فما برشا حالات اللي علاش على خاطر انت وقت لي مثلا صوابع لاصقين وسيبتهم وهو صغير نعرفوا احنا مثلا هذا الخامس والرابع هذا اقصر من هذا انت كي تشقله صغير هو مازال صوابعه ما كملوش تسرحوا كل واحد باش ينمو على روحه كي تشقله انت مخر فما واحد منهم باش يتعوج معناها كيما تقول انت صعبتها على صغير خاصه معناها ايديالمون سي دو لي زوبيري وفما اوقات نعرفوا مثلا النوع هذا يتشق في السنه الاولى، النوع هذا السنه الثانيه، لاخر السنه الثالثه، معناها سي 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 بيان اتيدي وهذا الكل سي اون فونكسيون نعرفوا احنا لو ديفلوبمون دو لا مان خاطر المخ يعني نعرفوا اللي البانس هذه اكلاج البانس هذه اكلاج هذه اكلاج واحنا اون فونكسيون دو لانومالي كيفاش باش تقلق نعملوا البرنامج تاعنا هذا راهو باش نعملوه اسي موا هذا باش نعملوه في عام هذا نجموا نستناو في ثلاث سنين فهمتك فهمت توا دكتور اللي يتفرجوا علينا يقول لك هل التشوهات الكل معناتها قادرين نعالجوها والا فما حاجات اللي هكا شويه صعاب كما قلت لك الجراحه يلزمها تحسن الهدف نتاعها الاساسي تحسين تحسين المنظر وما يلزمهاش تضر الوظيفه بالضبط معناها الصغير تلقاه عنده ديزانومالي كومبلكس في يده ولكن يستعمل بطريقه عاديه تحسين المنظر مهم ولكن فما جراحات تحسن المنظر تلقاه تسيب ولكن صغير كان يستعمل عادي خاطر للاسف التشوه يمس الجلده العروق العروق الاعصاب لي توندون فهمتني ولا وقت يتسرحها يكون يستعمل يده عادي يولي غولاتيفمون عنده ان ديفيسيت يولي ما نجمش الحر الجراحات اغلبها ممكنه لتحسين المنظر بدون التاثير على الوظيفه اذا فما جراحه تاثر على الوظيفه مش لازم يلزم تعلم الوالدين خاطر ساعات فما اون دوموند كي انسيستون تعلم الوالدين باش يعرفوا وهما جينيرالمون اي سون ريزونابل تقول له انت راهو الاصبع هذا نجم نستوي ولكن راهو ممكن يفقد الحركه لهنا اللي هو كانت عنده ولكن المفصل فيه اشكال فهمتني مي الجراحات اغلبها ممكنه بدون تاثير على الوظيفه ويقعدوا حاجات حالات وكا باغ كا نناقشوها مع العائله. باهي دكتور اخر سؤال كان تسمح كيف نقولوا احنا اليوم حكينا على التشوهات الخلقيه في اليد اما ديما كنا نربطوا اليدين بالساقين كي نقولوا صوابع معناتها ديما نحسبوا 10 صوابع ما نقولوش خمسه ولا معناتها نحسبوا 20 صبع معناها هل فما علاقه بين التشوهات اذا كانت تصير في اليدين نجم تكون في الساقين و باهي بالنسبه الاشكاليات اللي يصيروا في اليدين وفي الساقين عاده هما الحالات الوراثيه جينيه خاطر كما قلت لك صباع زايد ولا حاجه فوالا فوق صباع زايد ناقص متضخم وكل شيء تلقاها في الاربع اطراف فهمت ولا تلقاها في الزوز اطراف وقت اللي تبدا ان كاس بوغاديك مثلا الحاله الاولى جات في العائله بوغ اون غيزون ما نعرفوهاش ولا خذا دواء ولا حاجه تمس كان طرف واحد اما على كل حال ومهم ياسر سؤال علاش خاطر وقت يجيك احنا دائما وقت يجي صغير مثلا ساعات يجيك على اسبوع زي البيبي لازم يتعرب كله تشوفه في يديه في ساقيه في ظهره أي. في حتى في لو سيستيم لو توب ديجيستيف فما ديزانومالي نتاع يد تعطي اون امبيرفوراسيون انال معناها الصغير يفي با سي بوزوان كما تفيقش انت تيا يصيروا مصار تتعقد وكل شيء معناها ما يلزمناش ننظروا اليد كوم ايزولي الفي بارتي دان كور اللي دوتر انومالي وهذا معروف معناها لازم تكون فاهم الموضوع فما حاجات لازمك تلوجهم في البدن الكل الصغير احنا اليد نشوفوها وصغير عريان كله يتشاف يذولي حتى الايكو زاد قلت كلاوي والقلب وكل شيء اللي كامل مفصل خاطر مش ديما لي زانوم خاصه اللي تولدوا ما عندهمش مشكله معناها عنده اون بتيت انومالي كاردياك خاطر اللي عنده اون انومالي كبيره ان سون با فيابل تلقاه مات ونفيقوا من بعد اللي في التشريح اللي تاع عنده اما تلقى عنده حاجه صغيره ولكن كما تفيقش بها
لقدر الله تنجم تصير مشاكل. دونك وقت اللي يجيك ان بيلون دو ايتر في، لازم يعمل ليكو كاردياك، لازم يعمل ليكو رينال، لازم معناها كل شيء تاع التصوير على ظهره كان لازم، لازمك تشوف فمه، لازمك تشوف راسه، التكوين نتاع مخه، هذا الكل لازم يتشاف ولازم يدخل دون ان بيلون ديكسبلوراسيون دو سيت انومالي. مشكور دكتوره معز التركي اختصاصي في جراحه اليد والترميم. نرجو بعد على الشيف. الخبز اللي تحضر فيه الشيف فتحيه يستنى فينا خمره البات نتاعو بالكدا بالكدا. توا جاء الوقت نتاع الفاسوناج. شيف كان تفكرنا مقادير البات. مقادير البات هي كيما البات بيتزا. كيلو فرينه نحط عليها زوز باكويت خميره انستونتاني سمارت شيف، نحط عليها مغرفه تاع ماكله ملح ومغرفتين سكر، ونعجنها بماء معدني. هذيك الباز نتاعي نتاع الخبز العادي اللي ديما نعم به كل شيء، معناها نعم به البيتزا، نعم به الفريكاسي، نعم به الخبز اللي انواع الخبز مكثر، انواع الخبز كي يبدا ماهوش خبز سبيسيال. حاجه بركة نوصيكم، يلزم تكون فرينتكم سبيسيال. الوغ اذا كان انتم باش تعملوا خبز من نوع هذا بان بيتزا، يلزم تكون فرينتو فرينا سبيسيال بيتزا ورده. علاش؟ على خاطر تعرفوا اللي انتم في الفرينات فما حاجات، فما برشا جلوتين، فما شويه جلوتين، فما فرينه ترتاح يرقدوها عام واثنين باش تبدا معناها مرتاحه، وفما زاده اللي يخليوها في ساعه في ساعه ترحى وتهبط. انا عجنتها هذاك علاش ناخذ الفرينه سبيسيال، نوريكم التكنيك باش تعبيو لها وسطها بال معناها يرجع لها الهواء نتاعها. انا هوني نجي ناخذ الخلطه نتاعي اللي هي بصل ذبلته في شويه زيت، ما كثرتش الزيت، حطيت شويه زيت ذبلت فيه البصل نتاعي وهو دوبا تذبل، وانا حطيت له شويه زيتون. انتم كان تحبوا زيتون حطوا، كان ما تحبوش ماهيش مشكله تحطوا فيه اللي تحبوا انتم، لكن باش نزيدوا مع هذايا جبن المرياح اللي رابيتو انا حطيت فيه غرويير وادام وشويه من جودا. الوغ باش يجيني فريمون نكهه البيتزا ومطعم بيتزا. من بعد نهز هكا ونقلب في وسطه، ديما نحاولوا نقلبوا العجينه في وسط بعضها وهي من بعد تولي مخلطه بطبيعتها. تشوفوا كيفاش الموفمون نتاعي هذاك يطيح الخميره اللي ما حشتيش بها، لكن او ميم طون الهزه هذيك تعبي وسط الخبزه بالهواء. نعاودها برشا مرات هكاك حتى لين تولي الخبزه نتاعي مخلطه كما تشوفوا فيها، سلعتها قاعده تخرج، لكن ما يقلقنيش. نعاود نقلبها في وسط بعضها ومن بعد نقسمها خبيزات خبيزات ونحطها تخمر. اكل الموفمون هذاك يخليها تخمر في ساعه في ساعه ويرجع لها الهواء في وسطها وتولي في وسطها امبيل امبيل. مي ما تنزلوش عليها تقطعوا لها خميرتها، يلزم ديما الموفمون هذايا تهزها وتزوز لها الهواء في وسطها. الو هذوما باش نعملهم بعد قرص قرص، كوشتي قاعده تسخن نحطهم بعد لا يخمروا في كوشه سخنتها كيما البيتزا 230 240 انتم واش عندكم سخانه. يعطيك الصحه شيف فتحيه. دونك هذايا الخبز بالزيتون والبصل والفرماج من عند مرياح، ما ننسوش دي فارين سبيسيو القام الكبيره اللي تحطها ورده على ذمتكم، بالحق حاجه خارقه العاده سواء في الخبز والا في البقلاوه والا في كعك الورقه والا في البيتزا. زادة ما ننسوش ثم الفارين سبيسيال جاتو، هذوما الكل سبيسيال خبز، سبيسيال خبز المفوح انواع برشا. دونك ثم الفارين السمراء غير وهذا الكل يسهل علينا الخدمه في الدار ونوليو دي شيف بروفيسيونيل. انا مشاهدينا دونك البريباراسيون تاعي اللي قلت لكم عليها اليوم باش تكون غراتان، حاجه بطاطا مجمره في الكوشه تشبه شويه للغراتان دوفينوا اللي يعرف الغراتان دوفينوا، لكن ماهيش هي بالضبط. انا خذيت منها التكنيك ومن غاديك انطلقت الفكره نتاعي. هوني حضرت الطبق نتاع الكوشه، حطيت البطاطا جراير تطيب في حليب وكريمه مخلطين كريم فريش بيان سور، شطر بشطر حطيتهم وحطيتهم على النار، فوحتهم شويه ملح فلفل اكحل وجوز الطيب والا نواد مسكات. هذيك بعد ما طابت البطاطا وشربت شويه الحليب توا باش نسقطروها ونحطوها في الطبق نتاع الكوشه، نفرشوها هكا. شو نعمل؟ شطر الكميه من الاول، وما بين الشطر والشطر انا باش نحط التون اللي اخترته اليوم من عند البدر بزيت الزيتونه. شوفوا البطاطا نتاعي كيفاش فرشتها، باش نحط معانا توا هوني عندنا التون
البدر اللي هو شوفوا تبارك الله فصوص هذايا بزيت زيتونه، الزيت نتاعو نجم نستعمله في سلايط، نجم نفوح به مقرونه راهو بنين برشا ما طيشوهش، اللي هو زيت زيتونه اكسترا فييرج. شوفوا التون كيفاش نوزعوا، ولا نجم نخليه فصوص كاملين هكا، باش من بعد كي نجي نهز الجراتان نهز فصوص كاملين نتاع تون بنين برشا لونه مزيان وطعمته فاوحه بالقدا بالقدا. هذايا تون نحاول نوزعه بكيفيه متعادله مش برشا هكا. نجي هوني نكمل بقيه البطاطا اللي بقات عندي، دونك نحاول نفرشها على الوجه الكل، سقطرها ديما من حليبها هكا. هذايا يلزمها تستقطر مليح من الحليبه والكريمه، كملها الكل تكون على وجه الجراتان تاعي، تغطي شويه كالتون اللي حطيناه، يبدا هو في الطبقه الوسطيه وتبقى فيها فراغات. علاش الفراغات هذيك؟ باش كي نصب انا البشاميل يسرح الكل ويتوزع في وسط الجراتان ويوصل للقلب وللقاع خاصه نتاع الطبق. هذايا البشاميل اللي طيبناه مع بعضنا، شوفوا هنا قلت لكم يجي خاثر شويه هكا وهو سخون، نصب وانا على وجه الجراتان تاعي. دونك ما نحكي لكمش على ريحه نواد ميسكات طالعه من البطاطا، ياسر بنينه، ما تكثروش منها، راهي نواد ميسكات راهي فيها كي تفوت حدها تولي فيها سميه مش باهيه لبدناتنا، ردوا بالكم. دونك تاخذوا منها ديما شويه وتربيوها بالراب، ما تكثروش منها، تاكلوها باعتدال. هذيا البشاميل لازم نصبها تطرح الكل على الوجه نتاع الجراتان. اوب هوني كملت. شنو بقى؟ قلنا كي نقولوا جراتان نقولوا الفخوماج بنين من عند مرياح. انا الفخوماج هوني اليوم باش نستعمل الادام، الفرماج الاحمر يقولوا التوانسه، دونك الادام هذايا من عند مرياح، يوصلكم كونديسيونيه حتى تاخذوا كونتيتي صغرونه تشوفوها في دي ساشي سو فيد، باش يحافظوا على الكاليتي نتاع البرودوي في حد ذاته ويحافظوا عليه نظيف من غير ما تتفاعل فيه لا ميكروبات لا حتى شيء. هكا انا ناكل فرماج مرياح وانا مطمئن. دونك هوني باش نقص دي كوبو، مانيش نعملو رابي، دونك نحي له السير اليمونتير هذايا الشمع اللي مغلفينه به، دونك نحيه. بنين برشا الفخوماج هذايا و 100% حليب، دونك نحاول نقص شويه من الشمع البراني ونبدا ناخو دي كوبو نتاع الفخوماج ونحطهم على الوجه هكا. بعد ما نكمل العمليه هذيا ندخل الجراتان تاعي للكوشه، درجه الحراره نتاعها 200، نخليه مده 20 دقيقه لين يتجمر ويحمر الوجه نتاعو ويكون احضر. بعد شويه ترجعونا تلقاونا نحضروا في الكوردون بلو اللي باش نشوفوا تفاصيله مع بعضنا. خلينا مع فاطمه. مشكورين ليشيف يعطيكم الصحة. نرجعو تويكا باش نحكيو التغذية هذاك، علاش بحذانا أخصائية التغذية مريم التوكابري. صباح الخير مريم. صباح النور. صباح الياسمين. الحمد لله عايشك لاباس. الحمد لله. اليوم باش نحكيو على هشاشة العظام والماكلة أو الريجيم. بالضبط. يقول القائل الريجيم وهشاشة العظام، يظهر لي كيف نعمل ريجيم باش تصير لي هشاشة العظام، هذا حكاية صحيحة ولا غلط؟ لا با فورسيمون، هشاشة العظام ما تصيرش معناتها في اللاج ادولت ولا في اللاج جون، وقت معناتها من 15 20 25 30 سنة ما تصيرش هشاشة العظام. نحكيو سورتو لا فريكونس أكثر نلقاوها عند الناس الكبار في العمر في سن الأمل، دونك نجم نقولوا معناتها حتى قبل شوية يعني من عمر 45 47 سنة، سولون لي فاكتور بالطبيعة حسب المينوبوز، الهرمونات اللي في البدن والتغذية نتاعنا بالطبيعة. باش نبداو نشوفوا فما هشاشة عظام. باهي، يقول قايل نعرف اللي انتي ماكش طبيبه ما ميساش، باش نزيد نفسروا اكثر للناس كيفاش المراه تبدا تكتشف اللي هي عندها هشاشة عظام. باهي، نبدا بوجع المفاصل، وجع في الظهر، في الساقين، في اليدين، لي كرومب مسكولير. كي تعمل امبيلون سونغان باش تلقى الكالسيمية طالعه، معناتها الكالسيوم في الدم يكون طالع، مش معناها حاجه باهيه، كي يكون طالع معناها العظم قاعد يخرج في الكالسيوم وهذاك يخرج في الدم. دونك وقتها فما ريسك نتاع هشاشة عظام. ما نجمو اون كونفيرم هشاشة عظام كان بالاكزاما نتاع العظم باش يشوفوه معناتها الدونسيتي نتاعو، اسكو العظم مريقل والا بدات فيه دي بوروزيتي، سي سكون ابيل اوستيوبوروز، معناتها فما كنقب الصغار فوالا في وسط العظم. دونك هذاك كسر ممكن التكسير عندها دخل ولا لا؟ ما عندهاش دخل هذيك، هذيك كسر يصير في بلاصه معينه، اذا كان في العمر الصغير بالطبيعه باش يتلحم العظم عادي، اذا كان في مرحله معناتها متقدمه من العمر بيان سور يولي مشكل، وهذاك دايوغ كي تصير
سورتو في المخروقه معناها يولي فيها اكثر ريسك على الانسان. دونك لازم ديما يرد باله من خلال التغذيه نتاعو من العمر الصغير وحتى في العمر المتقدم. باهي معناتها اليوم انت باش تنصحنا شنو لازمنا ناكلو باش ما نصيرناش بالضبط تنزل. هو نحب نقول اي اللي راهو هشاشه العظام كي نحكيو ما لازمناش ناكلو فوالا وهو اجا نقول لك حاجات هشاشه العظام كي نحكيو عليها في البيريود هذيا توا العوام هذوما مش كيما كنا نحكيو عليها 10 سنين 15 سنه التالي قبل ما كانش فما مشكل الحليب والجبونات والياغوت الناس يتخليو عليه خاطر يخافوا من المرضات ويخافوا من ليزيتيود اللي قاعده معناتها الناس كنت تقرا سوغ انترنت يقول لك لا الحليب ما عادش باهي وناحيه الحليب انا واحده من الناس توا الناس الكل يقول لي لا وليت ناخذ قهوه كحله الحليب نبعد عليه والياغوت قالوا مش باهي لهنا ولينا نلاحظوا انه فما برشا ناس ولاو عندهم نقص في لابور اون كالسيوم راهو الكالسيوم كمعدن يلزم يقعد متوفر في الماكله نتاعنا حتى يكشي لاخر حياتنا، يقعد ديما حاشنا بالكالسيوم. اي نجم نلقاوه في المعدنوس مثلا. بالضبط فوالا، دونك هذوما الحاجات اللي هما مثلا كيما المعدنوس، اللوبيا الخضراء، الججلان، الفاكهه بصفه عامه نلقاو فيها كالسيوم بالكدا، تنجم ما نتناولوهاش كل يوم كيف ما يلزم، باش نحقوا كلابور نتاعنا معناتها حسب احتياجاتنا. تنجم زاده مثلا كي باش ناخذوها فما حاجات مثلا كيما كي تقول لي معدنوس فيها ليزوكسالات، هذوما مواد ما يخليوش امتصاص الكالسيوم يصير بالكدا. معناها كالسيوم انا المعدنوس كي نجي نحل ونلقى فيه كالسيوم صحيح بهذاك اشوف اسكو بيو ديسبونيبل معناتها في البدن يصير الامتصاص نتاعو كيف ما يلزم والا لا. انا ديما نقول راهو الحليب ومشتقاتهم تقعد حاجه لازمه في الجسم نتاعنا باش نحل بارونتيز صغيره راهو الحليب والياغوت والجبونات في تونس ماهمش قاعدين يصيروا لهم نفس معناها البقر ماهمش قاعدين يتعاملوا معاه كيما تدخلات هرمونيه خلينا نقول فوالا بالضبط دونك ديما معناتها يتسمى حاجه باهيه صحيح فوالا نقصوا في الكميه اي نجموا نقولوا مثلا من عمر 40 سنه كنوليو ناخذوا ان سول برودوي ليتي فيه البركه قبل العمر هذاك بين زوج ثلاثه معناتها هذايا لابور ريكوموندي بالنسبه للكالسيوم نجموا نعوضوا بمكملات غذائيه معناتها اللي ما يحبش ياخذ حليب معناتها هذايا ان كونساي للناس اللي توا يتفرجوا فينا اللي ما ياخذوش حليب وما ياخذوش كالسيوم معناتها من المواد نتاع الحليب ياخذوا على الاقل ان كومبليمون اليمونتير يكونوا حرابش نتاع كالسيوم اللي يعطيه تقريبا 1200 ملي جرام في النهار باللي سمعنا تويكا وانا واحده منهم يعني كي تقولي انت نجيو نشوفوا التو نتاع الكالسيوم مرتفع عند المراه ساعات وهذاك اش معناها عندها هشاشه عظام وكل شيء ومن بعد تقولي لا خذ كالسيوم كوميم قولوا شنو دخل هذا في هذا؟ باهي فوالا احنا كي باش ناخذوا كالسيوم شنو باش يصير هو باش يمشي في الدم دونك الكالسيوم هذاك باش يولي يتعطى للعظام باش تصير امتصاص في العظام بيان سور مع الفيتامين دي مع برشا حاجات اخرين ايتا دو سونتي كيما قالت صفاء اللي شنو اللي مازمناش ناكلو تنقول عليه دونك لهنا العظام نتاعنا باش يتغذى على خاطر فما معناتها لي زيستيوكلاست لي زيستيوبلاست هذوما الخلايا نتاع العظام اللي هما يتجدوا حياتنا كامله دونك ما فماش انا الهيكل العظمي نتاعي يتكون معناتها اني توا ما عادش نستحق كالسيوم لا الهيكل العظمي يقعد يتجدد دونك باش ناكل انا كالسيوم بالكدا الكالسيوم هذاك باش يمشي للعظام كي ما ناكلش كالسيوم بالكدا اش يصير لو ريسك نتاع الاوستيوبوروز يولي يتفتت العظام شويه ينقص ويخرج الكالسيوم هذاك في الدم داكور هو سي ان ايكيليبر ما بين انا شنو ناكل الكالسيوم اللي في الدم والكالسيوم اللي في العظام باهي برشا اوكي فوالا نبداو ما نعرفش انا صحيحه ولا لا يقول لك المشروبات الغازيه الجازوز يعمل برشا هشاشه العظام والسكر يعمل برشا هشاشه العظام ويقولوا النوابه هي لهشاشة العظام شنو صحيح ما الغلط لهنا؟ باهي هو فما ان اكيليبر اسيدو بازيك اذا كان معناتها احنا لو ميليو نتاعنا الجسم نتاعنا يكون اسيد معناها فيه برشا حموضه راهو تصير هشاشة عظام الحاجات اللي تعطي حموضه هي شنو؟ الجازوز مش راهو البقدان والقواس لا دونك عندنا الجازوز اللحم الاحمر بكميات كبيره الدهنيات اللي هي ماهيش باهيه نحكيو على المقلي لي فريتور الكريم فريش الحاجات هذيك المواد الحيوانيه بصفه عامه دونك هذوما الكلهم راهم يزيدوا في الحموضه نتاع الجسم نتاعنا دونك باش احنا الجسم يعدل حموضته يولي يجبد الكالسيوم اللي في العظام باش يرجع بي اش نوتر الحاجات اللي هي الكالينيزونت معناها تزيد تنقص في الحموضه شنو اللي هي العكس نتاع اللي كنا نحكيو فيه عندنا القواس راهي تنقص الحموضه في الجسم مش تزيد الحموضه خاطر في الجسم نتاعنا تولي تسيب دي باز الكالين وهما هذوكم اللي باش يعدلوا الحموضه دونك القواس باهين برشا لهنا باش نعدلوا الحموضه نتاع الجسم مش الحموضه راهو نتاع المعده معناها ديفيرونس الخضره اللي لونها اخضر بصفه عامه واللي هي نلقاو فيها الكالسيوم دونك السبناخ المعدنوس وغيره الفواكه الجاف المكسرات باهيه بالكدا بالكدا وهذوما دايوغ ريت ليكيليبر اسيدو بازيك سي تري امبورتون ان شاء الله مره اخرى حتى نحكيو فيه ان سوجي راهو قد ما الجسم نتاعنا يكون الكالان معناها عكس الحامض قد ما نتخلى معناها نبعدوا على لو ريسك بور لا سونتي نتاع الامراض السرطانيه عفوا فيكم الله هشاشه العظام الديابيت السكر حتى توا بالنسبه للكوفيد معناتها فما حتى دراسات اثبتوا انه قد ما الجسم نتاعنا يكون اقل حموضه قد ما المناعه تكون اقوى سبحان الله خاطر فينا مش روحك تاكل في ماكله اللي هي خضره غله لحوم بيضاء معناتها دجاج
الحوت نحيو اللحم الاحمر معناتها في الحاله هذيا. دونك فوالا هذايا اللي يخلي ليكيليبر نتاع نتاع الكالسيوم باهي وينقص من لو ريسك نتاع هشاشه العظام في عمر متقدم. باهي شنو نجمو نكثروا ممكن باش نتفاداه ولا حتى كان عبد عنده هشاشه عظام هكا يحسن شويه؟ باهي جوستومون لهنا شوف هو فما حاجه صغيره نحب نحكي فيها. الحاجات اللي نكثروا منها كما قلنا الحليب ومشتقاته، الفواكه الجافه، الخضره اللي لونها اخضر باش ناخذوا اكثر كالسيوم. فما بالنسبه للسيوبوروز عند المراه في سن الامل اللي هي في المينوبوز، راهو وقتها ما عادش مشكله انها هي لابور ناقص، المشكله انه الجسم نتاعها ما عادش يمتص الكالسيوم. دونك هنا نزيدوا معها على فيتامين دي. كي نحكيو كالسيوم وحده يولي حكايه فارغه، خاطر سو ليفي دي زغمان تفعيسه تاع الهرمونات اللي تصير في البدن، يولي البدن يخرج في الكالسيوم. دونك لهنا ناخذوا حاجات اللي هي كي فيكس لو كالسيوم، الفيتامين دي اسونسيلمون، دونك نلقاوها في الاصفر نتاع العظمه، نلقاها في الحوت الازرق، سردينه، تن، الحاجات هذوكم، نلقاها في الشامبينيون، دونك شامبينيون فري دو بريفيرونس ديما نبعدوا على الكونسيرف، ونلقاها في اشعه الشمس. دونك النساء هذوما سيرتو اللي تبدا فوالي لابسه الحجاب، دونك دو بريفيرونس ديما تعرض روحها على الاقل شويه للشمس. فوالا بالضبط. دونك هذا هو. مشكوره مريم التوكابري اخصائيه التغذيه، يعيشك على المعلومات هذه الكل. نخرجوا فاصل ومن بعد نرجع. كام تقول هيلك قوتنا في هريستنا. وردة سرها المحبة.